كملين اكيد باخر فقره من صباحنا غير، ووصلنا اكيد للفقره الطبيه. اكيد فرح مساحتنا الطبيه لليوم مع الدكتور حاج ابراهيم رئيس الجمعيه السوريه للجراحه العظميه. رح نسلط الضوء على مشكله صحيه بتصيب العظام، وهي الكيسه العظميه اللي بتتكون بشكل ثقب داخل العظام مملوء بسائل. هي مشكله ممكن تصيب الانسان باي عمر، لكنها اكثر شيوعا عند الاطفال. البعض بيسميها الورم الحميد، لكن انت بتتحول الى مشكله صحيه، كيف بيتم علاجها؟ كل هالاسئله رح نستفسر عنا اكيد مع الدكتور جهاد. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نحكي تحت الهواء انه ما بدنا نخوف العالم. هي فعلا مثل ما كمان حكينا بالمقدمه، ممكن تكون اورام حميده وممكن تكون مجرد مشكله صحيه تتعالج. خلينا نوضح اكثر شو هي الكيسه العظميه. الحقيقه الكيسه العظميه هي عباره عن كيسه حميده بتصير حوالي بين السن 3 ل 19، اكثر شيء بين الاربعه وال 8 سنوات. بتصيب العظام الطويلة أقرب ما يمكن للنهاية العلوية للفخذ أو للزنبوب أو للعضد، هذول أكثر أمكنة. نعم. تتواجد أحيانا بالسلاميات، تتواجد أحيانا بجناح الحرقفي، بتتواجد أحيانا بالعقب، لكن أكثر أحيان هي بتتواجد بالعظام الطويلة للفخذ والعضد. هلأ هي في جدل على اسبابها، ممكن يكون عندنا نحن نتيجه انسداد ما بين الشريان والوريد بيؤدي الى نتوح خارج ظل الحلقه هي، فبصير عندي انا تشكل كيسات. هالحقيقه الكيسات هي تكتشف بالصدفه، يعني ما الى هالاعراض كبير، يعني غالبيتها تكتشف بالصدفه. الاعراض الى هي ممكن تكون اذا وصلت لمرحله تصير شويه ورم وبعض الأحيان ألم. نحن براجعنا الحقيقة بمشفى ابن النفيس بالعيادات أو حتى بقسم الإسعاف برد بسيط بنكتشف عنه المريض كيسة هو ما بيعرف. هلأ الكيسة ما بدنا ناخذ لها نحن هالصدى الكبير كيسة أو ورم أو هي عبارة عن كيسة الصور الشعاعية بتشخصها، بتعطينا حقيقة شو هي شو طبيعتها و تتماثل للشفاء. يعني هلأ نسبة بسيطة جدا منا لحتى تصير باتجاه الخبث، لكن قليل جدا يعني نادر. مثل ما قلت لك أنا بتجي لعنا المريض على المستشفى برض مصور بيطلع عنا كيسة. الكيسة بتكون حوافة بيضوية ممكن تتواجد في النهاية العلوية وبعض الأحيان بتهجر للفخذ. بيكون بقلبها في سائل، هالسائل الحقيقة بيحتوي على كمية كبيرة من بروستاغلاندين اي 2، بخف نسبة البروستاغلاندين عند حقنه في الكورتيزونات ميثيل بريدنزولون. هلا اللي بصير معنا نحن انه هالكيسة هي شفاء يتم احيانا نحن نتيجة الكسر، يعني مثل بصير عندي كسر لهي الكيسة هي بتشفى، بصير في عندي التحام بتشفى. دكتور قبل ما نحكي عن هذا الشفاء اللي هو ممكن يكون بالصدفة مثل ما قلت إذا شخص تعرض لكسر، باعتبار أنه هي ما بتظهر غير بالصور الشعاعية، ما في أعراض إلا واضحة، كمان مسبباتها ما أنا واضحة، طب كيف نحن كأشخاص ممكن نحس أنه مثلا ابننا بهذا السن ممكن يتعرض لهذا الشيء؟ هل في شيء معين مثلا دراسة تبعتوها أو شيء اكتشفتوا بعض المسببات ممكن الواحد يبتعد عنا فما ينصاب بهيك شيء؟ لا الحقيقه ما في. يعني هي عباره عن كيسه حتى عفويه. حتى الان ما في، عباره عن كيسه عفويه بسيطه سليمه حميده ما إلى مضاعفات، ممكن تظهر عند اي طفل. بتاثر على الشكل؟ هلا هو اللي بصير التالي، اذا ما كانت هي عندي مثلا في عنق الفخذ وما تعالج بشكل صح ممكن يؤدي من مضاعفاتها الى التحام معيب ويسبب اذيه بعنق الفخذ ينزل. هلا العلاج اللي هون بقى بتصفى انه نحن ما يسبب لنا مشاكل، اذا قدرنا نكتشفها نحن طبعا غالبا بالصدفه، الا اذا كان في عند المريض الم وورم نعمل صوره بيطلع عنا كيسه حسب حجمها وبنوضع لها بقى خطه علاج لهالاذيه هي. هلا غالبيتهم هو نحن بنحسن نحن حقن بالميثيل بريدنزولون، هو عباره عن كورتيزون يحقن في الكيسات لفترات أكثر من فترة والنتائج جيدة جدا، تعطي نتائج مرضية بهيك أزيات، ومنراقب المريض
ونحن بعض الاحيان انه في عندنا كيسات بسيطه صغيره بنحطها تحت المراقبه فقط لا غير دون اي تداخل جراحي. هلا احيانا بيروح الطفل وبيجي لعنا مكسور وبالحقيقه من حسن حظه. فنحن لازم انه في المرحله هي وقت بصير في كسر لازم نضع الكسر نهايتي العظم في الطريق الصحيح، يعني نحن يكون ما فيكون عندي تزوي، ما بيكون في عندي ميلان، ما بيكون في عندي اي وضعيه شاذه للعظم. وقت بنحطه نحن بوضعيه صحيحه بنحب العظم بشكل جيد جدا والنتائج مرضيه جدا للكيسه اللي نحن بنسميها بون كيس سوليتار كيس، يعني الكيسه الوحيده اللي ما في عندها مضاعفات بتلحم بشكل جيد وما بتخلف اي مضاعفات اخرى، خاصه انه دول الكيسات ما بيوصلوا لخطوط نمو المشاش. الخط النمو هي ما بتخترقه وهي هي اللي تميزها عن الكيسه الخبيثه اللي هذيك بتخترق خط المشاش، ممكن تخترق كمان القشر اللي نحن بنسميها من الخبث، هي ما بتخترق الى محلات محدده ممكن بعمر معين، والحقيقه هي بعد سن البلوغ هي بتوقف وتنتهي. هلا ممكن تنكس؟ ايه ممكن تنكس حتى بعمل جراحي حتى بتجريف ممكن تنكس هالشيء هذا، ولكن الغالبيه نحن اذا كنا نحن حريصين على متابعه الازيات هي نتائج جيده بالعلاج. نعم. كمان دكتور خلينا نحكي عن العلاج لما انت ممكن نحن فعلا نلجا للعلاج الجراحي واستئصال هي الاورام، انت فعلا يعني لما بنقول نحن في نسبه لو 1% انه تتحول من اورام حميده الى اورام خبيثه فهي كمان نسبه ما فينا نستهين فيها حتى، لانه المرض الخبيث يعني كل الناس اكيد بيسعي دائما انه يكونوا بوقايه منه. الحقيقه شكرا لسؤالك كثير دقيق. هلا الكيسه تشخيصها لا يتم الا بالخزعه. الكيسات البسيطه هي بالصور الشعاعيه وبالرنين المغناطيسي وبالبزل ببين معنا. هلا الكيسه تكون لها توضعات معينه يجب التداخل الجراحي، واذا كانت كبيره يجب التداخل الجراحي ووضع طعوم عظميه حتى يمنع التشوه مثل ما تفضلتي. هلا انت من الداخل جراحيا وقت بكون في عندي مشكله الكيسة إذا كانت بسيطة صغيرة ما لها مسببة مشكلة من المراقبة، وتكون كبيرة وتكون عم في منطقة حرجة بعنق الفخذ بمناطق حرجة ساعتها من الداخل جراحيا ومنحط صفائح وبراغي لهالشيء هذا حتى يحافظ إذا ما انكسرت يحافظ على استقامة العظم. أكثر المناطق اللي هي بتزعجنا هي حقيقة عن عنق الفخذ، وهالمنطقة هي كتير حساسة لأنه إذا انكسر وما صلحنا بشكل جيد بيسبب تشوه بالمستقبل للطفل وما بيصلح بيؤدي إلى قصر بالطرف. هلأ الخباثة مثل ما قلت لك قبل شوي أنا نسبة بسيطة منهم بتروح باتجاه الخباثة. الحقيقة الصور الشعاعية هي اللي بتعطينا منظر، والصور الرنين المغناطيسي اللي يقطع الشك باليقين هي الخزعة. الخزعة هي بتعطينا بتوجهنا. هلأ الجراح والطبيب الشعاعي اللي له دور كبير، الطبيب الشعاعي المتمكن اللي عنده خبره بشكل جيد بيقدر يعطينا بشكل جيد جدا انه هي عباره عن كيسه حميده او ممكن يكون فيها مشاكل خبيثه، بيكتب هو التعاطي مع يفضل انه اجراء خزعه، حتى طبيب الاشعه ينصح يعني ينصح الطبيب الجراح بانه المرحله التاليه انك انت تاخذ خزعه لحتى تقارن ما بين الموجودات الشعاعية وما بين الموجودات المخبرية وما بين الموجودات السريرية. الخزعة هي اللي بتعطينا هلا بس. اما الكيسة البسيطة مثل ما قلت لك قبل شوي هي لا تحتاج الى الحقيقة خزعة لحتى تشخصها. اما اذا كان في عندي بعض العلامات الثانية والتحاليل المخبرية الفوسفاتاز قلوية سرعة التسفل هالامور هي ثانية، نحن ساعتها ممكن نتوجه باتجاه خزعة وتداخل جراحي إذا كانت الكيسة كبيرة، إذا كنا شاكين في أنه هالكيسة هي كمان خرجت عن القشر وبلشت تدفع القشر وبلشت تخرب القشر اللي هي نحن بنفكر على طول بالخبث. نعم. طيب دكتور، هل بعد خلينا نقول خضوع الطفل للعمل الجراحي ممكن ترجع تظهر عنده الكيسة مرة ثانية أو بنفس المكان أو بمكان آخر؟ هلا هي ممكن تكون في مكان آخر. يعني هو معرض انه تظهر؟ اي ممكن تكون في اكثر من مكان بجسم. ممكن تنكس؟ اي ممكن تنكس هاي الكيسه. بدها تكون تطعيم بشكل جيد ومراقبه الطفل لسن ال 19 لسن البلوغ
بعد منها بتصير بقى ما عادت ترجع هالكيسه هي وبتنتهي تمام. اما ممكن تطلع بغير اماكن اذا عملنا مسح شعاعي. هلا نحن في كثير عالم عندهم كيسات عاشوا وماتوا ما لهم عارفين انه في عندهم كيسات، كيسه بسيطه تكتشف بالصدفه بعد احيانا وما لم أسرى يعني ما هي. اما الكيسه الكبيره اللي عم تسوي بومبي تنفخ تسبب الم، هي اللي بتعطي مؤشرات اللي نحن نعمل استقصاءات لحتى ندور عليها ونكتشفها ونعالجها. نعم دكتور كثير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم وكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى تمام في وعي فعلا من قبل الناس، ما في حاله هي الرعب دائما انه لا في ورم معناتها في شيء خبيث، فدائما نحن بنتمنى انه نتوجه دائما للطبيب اول باول ونعمل دائما كل الاستشارات والفحوصات المطلوبه. شكرا لك دكتور. شكرا لحضرتك. بحب نوه بس انه مؤتمر الجمعيه السوريه للجراحه العظميه اللي حيعقد في 5 و6 10 بطرطوس، نحن حيكون موضوع الاورام هو اخذ حيز منيح فيه ان شاء الله بطرطوس ب 5 و6 10. أكيد. شكرا كثير. شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا دكتور جهاد. شكرا لك.